رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث عن خدمة الفورجي في العراق. السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق والوظائف. قبل البدء بتفاصيل الفيديو، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديد الاخبار العاجلة والحصرية. مصطفى الكاظمي: ألزمنا شركات الهاتف ان تدفع جميع التزاماتها مقابل تقديم خدمة الفورجي. حيث اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاربعاء انه ألزم شركات الهاتف ان تدفع جميع التزاماتها مقابل تقديم خدمة الفورجي. وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة انه من المعيب على العراق ان لا يمتلك خدمة الفورجي، وهناك دول كثيرة سبقتنا، مبينا عندما حاولنا تقديم هذه الخدمة للمواطن شكك البعض وسمعنا اصوات تنتقد هذا العقد لسبب بسيط جدا، لانه ستتضرر مصالحه. واضاف اننا عرضنا على شركات الاتصالات ان تدفع جميع التزاماتها على الحكومة العراقية مقابل تكملة مشوارها في تقديم هذه الخدمة، متعهدا انه في نهاية هذه السنة فالعراق سوف يدخل خدمة الفورجي للمواطنين. متابعينا الكرام، الى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بجديد الاخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.